مرحبا بكم في المعرض ديال ليزان ديال تتنظمها في السطوحه نهار العيد ثاني عيد تقريبا 14 ايام 15 يوم على حساب شتو ما كائنات غريبه فوض لك هادشي شي الجلد ديال الطعارج البنادر خود لك هذا قرصون هذا كيلوت انا بعدا تيبان لي قرصون هذا شو خود لك هادشي هادشي هذا والمقابض باش ما يهربوش ناري الرزيزه شو هذا شنو ما فهمتش الفائده ديال هاد البياس هذا اللي كيصايبو فهاد العيد هذا وتبدا يقول لك بنين والله كون دقتي شي مره يتعجبك بالله تبدا يحلفوا لك كيبغيو ياكلوا لك صح عادوا قادوا هادي بوحد هادي ري هادي عشي كيدير هادي بغيت اللي مصايبها حاقده وحق الرب داكشي في شكل اللون ديالها ماشي بحال الاخرين هذا زايدين فيه اللون تتلقى بعض مرات شي تيتيزا وتتاكل هاد العيبات وتتلغوش في داكشي في قنانه واقفين منتخب خاصو من النشيد الوطني شوف والمقابط لي يهرب ورغ هذا ماشي قرصون انت شوف والله حتى قرصون هذا بالله شو دابا هاد الحيمات هادو شحال زوينين هنايا الناس باش يتنفعوا منهم يديروا مقتيبات ولا تويشيات زوينين شوف اش يضيعوا شنو دابا هاد العيبات شوف لك مزيان المرا النافسه واللي بغات تعلم تصايب كرواسا وداكشي ها شوف شو هذا انت جوج بلاطوات يعشيو عائله وانت ونسابك وعائلتك لا مزيانين مزيانين القبول فهمتي كتاكلهم كتجذب لك الرجاله شوف الحلبه والحلبه من الفوق هذا بربي اللي تياكل هادشي راه ياكل حتى بنادم قال لك هادشي مزيان لاش مزيان ما عرفتش مزيان التازي اللي كيجلس قفازي يلا شوف حولي بتسعين ألف شي ضيع في الكراسن في حال هادو دار الدباغ هادي انا ماشي سطح شوف المرة اللي تتاكل في هذا الشيء خصها تبات في الخلق ما تباتش حدا راجلها